سعد صباحكم من جديد. أهلا تصادم الحضارات. تصادم الثقافات. كيفك يا آلين؟ والله تمام الحمد لله. أنتم كالعادة مع الرياضة؟ والله الحمد لله تكونين معنا يوم الاثنين وناخذ بعض الأخبار الرياضية الخاصة بالسيدات تحديدا. صحيح. فاليوم شو مجهزة لنا؟ اليوم صراحة قبل ما أبدأ لفت نظري حساب الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في تويتر وكيف عم يتفاعلوا مع محبي الرياضة، فسألوا سؤال من كم يوم أنه إيش وضعك مع رياضة التنس، محترف مشارك أم مشجع؟ الطريف أنه 46% جاوبوا مالي فيها بكل بساطة، والتغريدات شرحوا الأسباب أنه بدهم ملاعب تنس أكثر يمكن. فحلو كيف عم بيتعرفوا أكثر على اهتمامات الناس وشو الأشياء اللي ناقصهم. ففي ناس كتبوا أنه ما عندنا ملاعب كتير، فيمكن الاتحاد صحيح. فعلا كثير يمكن سيدات انا بشوفهم عندهم هذا الاهتمام، بيستغلوا اي اجازه عشان يسافروا برا عشان يعني يلاقوا اللي هي المساحه اللي تتوفر في هذا الرياضه. اكيد بالمستقبل حنشوف اكثر، لانه واضح انه من اسئلتهم انه عم بيحاولوا يعرفوا شو بدهم الناس بالمستقبل. وبدي اسالكم هاني وغادة، انتم بتتقبلوا فكره انه مدربه تدرب رجال، يعني مدربة كرة قدم تدرب رجال؟ أنا أيوة أكيد مع، يعني بس أنا أتخيل على طول موقف المجتمع إنه ممكن يرفض الفكرة. يعني مجتمع يعني مجتمع أعتقد إنه في أمور بالحياة هي متجهة للأمام، سواء المجتمع رفضها ولا ما رفضها. وأعتقد إنه مسألة تدريب المرأة ممكن يعني شيء موجود. أنا ما بتكلم بس في مجتمعنا على فكرة الخليجي، أنا بتكلم كل العالم حتى. أيوة لأنه عندهم دائما الرياضات هي حكر على المرأة، على الرجل عفوا. صحيح. وهالشيء أصلا موجود عندنا من زمان، يعني في مدربة كرة قدم امرأة بتدرب رجال، وهي المدربة السودانية سلمى الماجدي اللي شاركت هي ومدربة كرة القدم الإماراتية حورية الظهري ببرنامج الإرشاد الفني للمدربات في مقر الفيفا، وتواجدوا هن السيدتين العربيتين الوحيدتين ضمن 43 مدربة من مختلف الجنسيات. والهدف كان من هالبرنامج هو تقليل الفجوة بين الكرة النسائية العربية والعالمية، وأكيد رجعوا بخبرات مختلفة وتبادلوا الخبرة بهالتدريب. والله نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ومجال حقيقة يحتاج يعني إثبات. صحيح. للنفس خصوصا أنه تدريب مهمة شاقة، فيها قلق، فيها تفكير، فيها أعصاب. أكيد. ونتمنى تعاون اللاعبين، لأن اللاعبين إذا ما تعاونوا مع مدربهم صح ما راح يكون في نجاح. والأندية تتبناهم. صحيح. عشان تنميهم. وانتم غادة وهاني يعني تقبلتوا فكرة انه امرأة تدرب رجل، بس لسه لهلأ في ناس بننصدم لما نشوف كيف عندهم رفض لأصلا الرياضة النسائية، وهذا الشيء صار مو عنا أبدا، صار بإيطاليا. تخيلوا تستغربوا هالشيء. بالحساب الرسمي لفريق روما الإيطالي للسيدات عمل حظر لمشجع استخف باللاعبات، النادي حجب حسابه ونشر كلامه لتكون رسالة قوية لكل من يعادي الرياضة النسائية. فورا على سريع بلوك نشروا الكلام وانفضح الزلمه. يعني هو يمكن هذا كمان يدخل بجانب الراي الشخصي اللي المفروض ما يعني انت ما تحبط فيه الاخرين. احيانا الانسان عنده راي شخصي ولكن يفضل انه يحتفظ فيه، خصوصا انه رايه ما راح يغير الواقع، اثنين راح يسيء، ممكن يعني يكون في نوع من انواع الاستفهام. بكون تعليق جدا محبط يعني. هلا بدنا نروح من روما لماراثون نيويورك اللي فازت فيه الكينيه ماري كيتاني بلقب منافسات السيدات للمره الرابعه، وهي عمرها 36 عام. بنقول مبروك لكيتاني، بس انا لسه معجبه بالمتسابقه اللي حكيتوا عنها يمكن امس، اسمها جينيت بيدار اللي عمرها 85 سنه بتركض كل يوم 20 كيلومتر. يعني يقال انه التقدم بالسن هو عدو الرياضيين المحترفين الاول، لكن على الجانب الاخر الرياضه هي الخيار الاول للحفاظ على الصحه اثناء التقدم بالعمر. وهي السيده فعلا اثبتت انه السن مش هو اللي بيحكم مستوى لياقتنا، بل العكس. يعني هذا يمكن رساله لكل سيده عندنا في يمكن في بعض المجتمعات العربيه توصل ال 45 تقول لك خلاص انا كبرت اربي عيالي اوديهم الجامعه ويلا وعلينا. لا، 85 سنة وما شاء الله هذا مثال. يعني وغادة هي صحة والرياضة ما لها خلينا بالضبط ما لها عمر. هي يعني بتركض كل يوم 3 ساعات بس، تعمل قبلها يوغا 30 دقيقة. نحن يمكن 30 دقيقة هي رياضتنا أصلا اليوم. صحيح. فيعني هذا الشيء عن جد مشجع، والله يعطيها الصحة والعافية. وقديه ممكن أصلا الرياضة تحافظ على صحتنا ونفسيتنا بنفس الوقت. في مقال لفت نظري قريته بجريدة الحياة عن المشي على كورنيش غزة، وكيف إنه في فتيات عم بيمارسوا
يمارسوا الرياضة يومياً، ومن فترة بسيطة تم إطلاق مشروع في غزة بعنوان الرياضة من أجل الابتسامة، والهدف منه هو معالجة المشكلات والصراعات الاجتماعية من خلال الرياضة. والله فعلاً الرياضة مهمة ومفيدة، أكيد تساهم بأمور بعيداً عن اللياقة، تدخل بالصحة النفسية أيضاً والسعادة. أكيد تحياتنا لأهل غزة، ومن جد رغم كل اللي بيواجهوه إلا أنهم بيسعوا للابتسامة والأمل. صحيح، وعلى سيرة الابتسامة، في دراسة بتقول أنه إذا الواحد مارس رياضة الجري وهو مبتسم بيستهلك مجهود أقل وأكسجين أقل، على عكس الشخص اللي بيعمل رياضة عابس. هو عابس. يعني من هون رايح لحنصير نمارس رياضة ونحن مبتسمين حريصين على الابتسامة لحتى ما نتعب. خلينا نجربها. إيه؟ بس أنا يعني أركض مبتسم مع نفسي يعني. أنا والله فكرت فيها، أنا تخيل بالجيم هيك عم بلعب وعم مبتسمة، فحيقول الناس شو فيها يعني. لا بس هي أثناء الجري يعني ما حدا حينتبه. وعلى سيرة الابتسامة، ومشان المرأة تحافظ على ابتسامتها بعد الولادة، عملنا زيارة سريعة للمعالجة الفيزيائية ومدربة البيلاتس هند الشويري اللي أعطتنا بعض التمارين المفيدة للمرأة بعد الولادة. صباح الخير كوتش. مرحبا. صباح الخير. كثير نساء بعد الولادة بيستصعبوا يرجعوا على الرياضة، فبزيد وزنهم، بيصيروا بيكتئبوا أكثر وهيك، بس سمعنا أن البيلاتس بالنسبة لبعد الولادة كثير منيحة. مزبوط، بيلاتس is actually كثير منيح بعد الولادة لأنه gentle وسيف، ففيهم يبلشوا كبداية بيلاتس، وأكيد فيهم يكملوا صعوبة بصعوبة الاكسرسايزز أكثر، أو يعملوا شيء ثاني هن أصلا. بس هن بشكل عام التمارين بتكون سهلة وخفيفة صح؟ مزبوط. طيب هنشوفهم اليوم؟ بتواجه المرأة بعد الولادة صعوبة بالسيطرة على منطقة الحوض، وهذا اللي رح نركز عليه بالبداية. بس تقدر تعمل هذا الشيء، من نعملها تشالنج شوي أكتر ونرفع الاثنين، وبصير بدها تنزل عقد ما بتقدر تدق بإجر وحدة تحت، بعدين منفوت الإيدين، بصير هاي الله إيد بتطلع وبتنزل كأنه عم تمشي. سو هون صارت صعوبة أنه بدها تسيطر على كل التورسو، هن عم يتحركوا إيديها، بعدين أكيد بنزيد الصعوبة شوي أكثر، بيصير فينا نمد رجلينا. هلا تاني واحد نستعمل هي اسمها كاديلاك، سو ريزيستنس تبع السبرينجز حتى نشد شوي عضلات المعدة أكثر، وكمان بتشتغل على الحوض حتى يكون ستيبل أكثر. كل تمرين بيزداد صعوبة عن اللي قبله، وهلأ صار وقت نشتغل لتقوية عضلات الحوض الخلفية. ومهم أنه نغير البوزيشنز حتى تقدر المرة تسيطر على جسمها بكل الوضعيات. سو هذا شيء تاني بنعمله مع كذا يعني بروجريشن، بس المبدأ هو ذاته أن يكون عندها الستابيليتي من جانب ومن وراء. وصار وقت جرب واتعلم بعض التمارين، وبحسب معرفة من الكوتش هند انه هالتمارين بسيطة جدا بالنسبة إلي، لكن مستواها ممتاز للمرأة بعد الإنجاب، خصوصا انها بتساعد على تسريع فترة النقاهة وبتقوي عضلات المرأة لتقدر تتبع أسلوب حياة الأمومة بكل نشاط وحيوية، مثل دفع عربة الأطفال والقدرة على حمل الطفل وتحمل السهر خصوصا بالفترة الأولى، وأهم شيء انها بتخفف التوتر. فوت اجريك متويه ومد الثاني. بعد الولاده كم مره فيها تعملهم بالاسبوع؟ هلا اذا كانت اكتف هي وحبلي، وقبل ما تكون حبلي فيها تعمل مرتين ثلاثه بالاسبوع. كرمالك وكرمال ولادك، بعد الولاده رجعي على الرياضه وكوني رشيقه. أنا بس بدي شدد مرة تانية، حكيت بالتقرير أنه لازم المرأة تستشير الطبيب أول حتى يحدد لها كم مرة بالأسبوع أصلاً فيها تمارس البيلاتس. أنا لفتتني قديش ما شاء الله جسمه مقسم عضلاتها. إيه ما شاء الله. ما شاء الله عليها. شكراً لك لينا. العفو. شكراً لكم. يعطيك العافية.